سعت حضارة مدن المشرق العربي للتواصل مع الأمم الأخرى عن طريق السلام والتكاتف من أجل مستقبل مشرق للبشرية جمعاء. وقدم المجتمع العربي الإسلامي نفسه إلى شعوب العالم بطريقة شجعت الجميع على الأخذ من هذه الحضارة. الحضارة هي النتاج المعنوي والمادي لكل جهد يقوم به الإنسان لتحسين ظروف حياته. ولصنع حضارة يجب امتلاك عدة عناصر كالوقت والتفكير والإنسان والبيئة. والاجتماع الإنساني ضروري، لأن الحضارة لا تتم إلا بتضافر جهود البشر مع بعضهم البعض. ولأن الثمرة المعنوية هي الغاية من الحضارة، فمعيار الحكم على مجتمع أنه متحضر يتوقف على أمرين: الأول الأمان والإطمئنان والتعاون، والثاني التقدم والإنجازات الحضارية والعلمية. ولأن التاريخ عملية مستمرة ومتغيرة من التفاعل بين الإنسان ومحيطه، فكان مبدأ الاستمرار والتغيير من المبادئ الأساسية لدراسة التاريخ من خلال إدراك ما بقي على حاله وما الذي تغير، وإجراء مقارنة بين الماضي والحاضر، وإصدار حكم حول استمرارها أو تغيرها ومواصلة التطور. فالتاريخ لا يعيد نفسه إلا في الظاهر، ولكن توجد أحداث مفصلية تساعدنا على الانتقال من مرحلة إلى أخرى ومعرفة متغيرات كل مرحلة. فالنهضة الأوروبية التي خرجت من خلالها أوروبا على ثقافة وعقلية العصور الوسطى حررت الفكر الأوروبي من القيود، فنشأ التفكير العلمي وتشكلت دول أوروبا الحديثة على أسس قومية، ما جعلها توجه أنظارها خارج حدودها من خلال الرحلات الجغرافية التي بدأت بمغامرات استكشافية للبحث عن طرق جديدة مستفيدين من تطور العرب بالملاحة، وأطلق عليها الأوروبيون فيما بعد مصطلح الكشوف الجغرافية. فقد تمكن فاسكو دي غاما من الوصول إلى الهند مصدر التوابل بعد نجاحه بالدوران حول رأس العواصف الذي عرف فيما بعد برأس الرجاء الصالح. وأثبتت رحلة ماجلان كروية الأرض بالدوران حول القارة الأمريكية الجنوبية. نتيجة هذه الكشوف تحولت السيطرة التجارية إلى دول أوروبا الغربية بانتقال مركز النشاط التجاري إلى المحيط الأطلسي وتراجع دور البحر المتوسط. كما تدفقت الثروات إلى أوروبا حتى سمي القرن السادس عشر عصر الفضة، وأنشئت البورصات وتطورت صناعة التعدين، ودخلت القارات المكتشفة التي عرفتها أوروبا حيز التدوين التاريخي كحضارة الأنغا والمايا والأزتيك. كما ظهرت قضية الملونين في أوروبا وأمريكا بسبب تجارة العبيد بحق الشعوب الأفريقية. ولم تقتصر المتغيرات التاريخية على الناحية الاقتصادية، فقد شهد التاريخ الإنساني ثورات أحدثت تغيرات كبيرة في حياة المجتمعات، كان على رأسها اختراع الأبجدية عام 1400 قبل الميلاد، وجاءت صناعة الورق من النفايات القطنية في القرن الثامن الميلادي لتمثل الثورة الثانية، ما ساهم في ظهور ثورة الاتصال الثالثة بعد اختراع المطبعة منتصف القرن الخامس عشر الميلادي، التي أدخلت الإنسان عصر الاتصال الجماهيري بشكل أكبر وأدت إلى تفوق أوروبا. أما ثورة الاتصال الرابعة الإلكترونية فبدأت مع ظهور الكهرباء، فكان التلغراف ثم اللاسلكي والمذياع والتلفاز والحاسوب والقمر الصناعي والشابكة. قاد هذا الأمر إلى الثورة الرقمية التي تميزت بدقتها في تخزين المعلومات ومعالجتها وإرسالها، فأصبحت المعلومة تبحر عبر الأجهزة وتحتل مكانة مهمة في حياة الإنسان.
يشبه تاريخ العالم شريطاً من الأحداث المتغيرة والمتسارعة التي يختلف تأثيرها بين منطقة وأخرى. فالرحلات الجغرافية التي أطلق عليها الأوروبيون تسمية الكشوف الجغرافية انعكست نتائجها إيجاباً على أوروبا في المجال الاقتصادي، فتدفق الذهب والفضة وتطورت الصناعات وخاصة التعدين والنسيج، ولكن تأثيرها انعكس سلباً على المنطقة العربية لما صاحبها من تنافس أوروبي للسيطرة على طرق التجارة العالمية. فانهارت دولة المماليك، وتعرضت أطراف شبه الجزيرة العربية للغزو البرتغالي، كما شن الإسبان غاراتهم على شمال أفريقيا، مما أضعف البلاد العربية وأتاح الفرصة للعثمانيين لاحتلالها. فكانت معركة جالديران عام 1514، ثم معركة مرج دابق عام 1516، ثم معركة الريدانية عام 1517، ليصبح الوطن العربي تحت سيطرة الدولة العثمانية التي بدورها عقدت معاهدات مع الأوروبيين حصلوا بموجبها على امتيازات اقتصادية استخدمتها الدول الأوروبية كأداة لجعل الإمبراطورية العثمانية سوقاً كبرى لتصريف المنتجات الغربية، مع محاربتها تطور الصناعة العربية المحلية. ورغم الطابع التجاري للامتيازات، لكنها حملت في طياتها تغلغلاً خفياً واستثماراً اقتصادياً تمهيداً للاستقرار النهائي للدول الأجنبية. فقد أقامت كل من إنجلترا وفرنسا ممثلين تجاريين لهم في حلب التي كانت إحدى مدن التجارة العثمانية المهمة في ذلك الوقت، واتخذ هؤلاء الصفة السياسية كقناصلة لدولهم. تمتعت مدينة حلب بموقع تجاري ممتاز في القرنين 16 و17، فقد انفتحت أمامها أسواق الإمبراطورية العثمانية، وكانت مركزاً مهماً لتجارة المرور بين أوروبا وإيران وبين المتوسط والعراق والخليج العربي. ويشهد على ذلك نشاط أسواقها وخاناتها وحركة مينائها الطبيعي إسكندرونة، ما تطلب مراعاة الحفاظ على القانون التجاري، فعين مراقبين للمكاييل المستخدمة وملاحقة الغش. وقد وصفها دارفيو القنصل الفرنسي في بلاد الشام عام 1679 في مذكراته: إن مدينة حلب هي الثالثة في الممتلكات العثمانية بالأهمية، فبوصفها وسكانها ورخائها هي أقل من القسطنطينية والقاهرة، إلا أنها بصحة هوائها ومتانة بنائها وأناقتها ونظافة طرقها أفضل من الاثنتين، فهي لا تزال تتمتع بشهرة تجارية. العلاقة بين التجارة الدولية والاقتصاد المحلي علاقة مترابطة تؤكدها مرونة وخبرة التاجر العربي الذي استطاع تطويع تجارته المحلية لتواكب الطلب الدولي باستخدام نظم اقتصادية مختلفة. ففي مصر قام التجار باستبدال تجارة التوابل التي خرجت من أيديهم نتيجة اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح بتجارة السكر والبن اليمني الذي أصبح الإقبال عليه كبيراً في مصر والولايات العثمانية بعد شيوع شرب القهوة، ونجح التجار المصريون في احتكار تجارته على مدى القرنين 16 و17، ومن ثم تصديره إلى أوروبا. ومن أبرز الصفقات للأوروبيين صفقة البن في ميناء المخ اليمني
التي عقدها الهولنديون عام 1629، ونقلوه إلى غرب الهند وبلاد فارس، ثم إلى هولندا لأول مرة عام 1661. فقد أخذت قهوة الموكا والموكاتشينو الاسم من ميناء المخا اليمني. يقول الرحالة جيرونيمو لوبو الذي أبحر في البحر الأحمر عام 1625، كانت المخا مدينة مهمة على الرغم من أنها لم تكن مكان إقامة الباشا العثماني الذي يبعد عن المخا مسيرة يومين، وتحديداً في صنعاء، فقد اكتسبت أهميتها من القانون العثماني الذي يطالب جميع السفن أن ترسو فيها وتدفع ضريبة للمرور في البحر الأحمر. فكانت فترة العصر الذهبي للبن اليمني في القرن 17، حيث قدر إنتاجه من 20 إلى 30 ألف طن سنوياً. أما في بلاد الشام فقد تابع تجارها تفاصيل الاقتصاد الدولي، فوجد في كل مرفأ تجاري لبيع منتجات مدنهم، ووضعوا سجلات منظمة بأسعار ومواسم البيع والتنزيلات وتقييم جودة المنتجات مع رد الرديء منها. فقد اكتشف عام 2018 160 ألف وثيقة تعود لمنتصف القرن 18 حتى بداية القرن 19 الميلادي من المراسلات المكتشفة في لندن صادرة عن تجار دمشقيين كالتاجر الشامي يوسف بيكتي المقيم في مدينة ليفورنو الإيطالية، وكان يرسل بضائعه إلى ميناء الإسكندرية في مصر. وبهذا نجد أن الحضارة جوهرها أخلاقي، وأن العناصر الجمالية والمادية لا تؤثر على جوهر الحضارة، ولذلك علينا أن نكون متأهبين للعمل الإيجابي في العالم والحياة، وأن نكون أخلاقيين.